السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أمر في الدايمنشن إن أنا أقدر أعمل بريك، يعني أقطع قبل وبعد لما يكون في تعارض بين الاتنين دايمنشن، سواء دايمنشن تاني أو خط تاني، في ممكن يكون حيطة موجودة أو أي حاجة. بلاقي عندي هنا أمر اسمه بريك دايمنشن، تمام. بروح مختار الدايمنشن الأولاني وأختار التاني، أحس إن مفيش حاجة حصلت. لأ، لو عملت زوم هتلاقي إن هو عمل ولكن الحجم صغير. تعال نعمل هنا برضو. نقول له بريك دايمنشن، هنختار الدايمنشن اهوت، وبعد كده نختار الدايمنشن التاني، فيبدأ يعمل قطع، لكن القطع صغير مش هيبان معانا. طيب الحل ايه بقى؟ الحل ان احنا ندخل هنا في السهم هنا بتاع الدايمنشن، ونبدأ ان احنا نعدل. نقول له موديفاي في السيمبل اند اروز، هقول له البريك سايز خليه مثلا 3 أو 2 زي ما انت عايز، يظهر معايا بالشكل ده، تمام. اي مكان انت عايز تقطع فيه هيقدر يقطع فيه.